طبعا اخونا اللي اعطانا احداثيات منتدى العرب مسافرون منزل 230 احداث، يعطيه العافيه على جوده. جربنا ثلاث احداثيات ودتنا في ديره ثانيه اللي هي الزحليقه الصيفيه والزو، وعنده كوف بيتوس بس كلمت عليها سابقا، بيتوس اللي في سويسرا، لكن اللي في النمسا عنده اثنين فيها غلط. كنا رايحين الحديقه والمنتجع وجدنا نفسنا في عند هايدي وبيتر، شوفت عينكم خالة، بعد 8 كيلو عن كامبرون. فغيرنا الاحداثيات وهكونا متاتا. انا صرت صراحة ما عندي مصداقية صراحة بموقعكم هذا، بعد الاحداثيات هذه انا ما اصير اسافر باخذ من موقعكم شيء صراحة. قلت رأيك. طيب انت لما تغلط في ثلاث احداثيات من بين 100 معناها هذا معناته انه غلط. ممتاز. لا ممتاز، اول ثلاث احداثيات غلط معناتها 70% كلها غلط. لا هل؟ ما نظلم جهده احنا، ما في جهد، انا بدخل وبكتب احداثيات من راسي ولا شيء. نقفل موضوعك بحكم انه مشرف. خلاص اجل نقفل موضوع الرجال هذا لين ما يتاكد من احداثياته، وما يحط احداثيات يقول روحوا جربوها، روح نتوهق، يقول لك لا يلام بعدين نقول له صح ولا لا. هو اللي يبغى يحط احداثيات يحط احداثيات صح متاكد 100%. طيب. غير كذا لا يحط ويقول روحوا انتم شوفوا وتاكدوا صح ولا لا. هذا طيب. شيء غلط. انت هدي بعد غلط. لحظه انا اعترض. عطنا مجال. نزلني بروح. طيب لا يلام المجتهد على اجتهاده، هو سعى وما قصر وقت جهد، اعطاك احداثيات كثيره صحيحه بس في منها لازم يكون فيها نسبه خطا. طيب لو اني انا مراقب تجي تسوي احذف موضوعه واسكه بلوك مده 3 ايام، هذا صار يعني كويس. بان 3 ايام ترى منتدى سياحي، ما انت في معتقل سيبيري يعني. منتدى سياحي الناس تدخل وتاخذ معلومات من هذا المنتدى على انه موثوق. اجي موثوق الموقع. اسمح لي الموقع موثوق بس هو عضو، العضو يعني على عشان عضو اخطا. ليش ما يكتب ملاحظه تراني ماني متاكد يا شباب ترى ممكن تكون هو كتب اتمنى تجربونها وتعطوني خبر. جربناها ورمتنا في ضلع وجاك المطر يا وي والله ودانا في ديره وين سوش ايوه قريه اسمها، انا اقول لك اسمها فوش والله لسه عليك طويل. أنا أعترض يا أخوي، أعترض لين توصل سرير النوم وأعترض لين تقول بس. أعترض على كل شيء، أي شيء زي سنفور غضبان، أكره الحياة، أكره الابتسامة، كل شيء تكره. أعترض. أعتقد الذاكرة عندي حتوقف بعد شوي. هذا نقاش ودي أنا صح، مشرف بوابة سويسرا في العرب المسافرون، يعني تعطيني بلوك يعني، مخبير سويسرا في منتدى الزاد يعني. هذا كله نحترم رأيه ورأي أي شخص ثاني، واحترمه بعد انتقادي ورأيي. طب محترمينه ولا كان نزلناك هنا؟ أنا عارف إنك تسوي لي بلوك إذا جي رجعت، بس ما عليه بقى أخذ راحتك. قال وراي واحد إلا بيدعس 100. طيب أوكي السرعة 100 لكن المظهر انعطف. شيخ هذا الطريق زلق الذي كنت بتسوي زحليقة الحين. بنروح للزحليقة الحين، طريقنا للزحليقة أساسا. بنوقف التصوير لان الميموري عندي خلاص 16 جيجا. طيب بنترك مجال للزحليقة وغيره. هاي كيك سيو بيبول هاي كيك. لا لا المنظر لا معليش، انا عارف واحد يقول لا وقف وقف عشان هذا المنظر بس انه جميل جميل. سبحان الله العظيم فوتوشوب. فوتوشوب يطلع فوتوشوب. لك غراب الحين يقول لك فوتوشوب ريل بلاير. سبحان الله العظيم برنامج الرسام ترى تنزل الثالثة ثابتة. لا خلاص نزل.